بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا أعزائي طلبة وطالبات رابعة تاني شعبة الحاسب، مع بعض في المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة التحليل العددي. دلوقتي معانا التحليل الرياضي للمعادلات الخطية بطريقة جاوس. المحاضرة الثالثة كان فيها التحليل الرياضي للمعادلات الخطية بطريقة جاكوب. الطريقتين جاوس وجاكوب متشابهين جدا، المرحلة الأولى في الطريقة دي زي المرحلة الأولى في الطريقة دي، وهي مرحلة تمهيد المعادلات وترتيبها بهدف الحصول على المعادلات الأساسية. فهتلاقي الطريقة دي زي الطريقة دي بالظبط. الاختلاف بيجي في المرحلة التانية. المرحلة التانية في طريقة جاوس بتعمل ايه؟ بتاخد اي قيم تطلع من اي دورة وتشتغل بيها فورا، ما تستناش لما الدورة تخلص ونخش نشتغل بيها في الدورة التانية. بمعنى لو انت معاك سين وصاد وعين مثلا، يعني جيت تجيب اول حاجة سين، فعشان تجيبها ما عندكش اي قيم خالص، الصاد ولا العين ولا اي حاجة. ففي الحالة دي بتفترض ان صاد وعين بصفار، فبتطلع السين. السين دي اول ما تطلع وهي لسه طالعة فورا استخدمها في المعادلة الأساسية التانية اللي هي معادلة صاد، لأن معادلة صاد بتقول لي صاد في جنب والسين والعين في جنب، فأنا هاخد السين اللي طلعت من نفس الدورة أستخدمها في نفس الدورة. فجاوس بيستفيد بالقيم بتاعة المجاهيل بمجرد الحصول عليها. هو ده بقى الفرق، وناخد بالنا من الكلام ده أثناء عرض الطريقة. المقدمة بتوضح لي ان جاوس بتختلف عن جاكوب في ان التقريبات الجديدة او المحسوبة في اي دورة تكرارية بنستخدمها بمجرد حسابها. وبتوضح لي في المقدمة ان الحل بيتم الحل بمرحلتين زيها زي طريق جاكوب. المرحلة الاولى تمهيد المعادلات عشان الحصول على المعادلات الاساسية، اي اعادة ترتيب المعادلات بهدف الحصول على المعادلات الاساسية لكل من سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة، تماما كما في طريقة جاكوب. يبقى المرحلة الأولى مشتركة بين الطريقتين. المرحلة التانية بقى عمل دورات تكرارية للحصول على قيم تقريبية. ايه القصة بتاعتها؟ ان انا بجيب قيم مبدئية للسين واحد والسين اتنين والسين تلاتة، وبعد كده ببدأ اعمل عليها تحسينات من خلال الدورات المتكررة. فالفرق بقى زي ما اتفقنا ان بستخدم التقريبات او التحسينات الجديدة بالصيغة التكرارية بمجرد حسابها. وهذه القيم التقريبية تقترب من الدقة كلما زاد عدد الدورات، وعدد الدورات بيتحدد داخل المسألة. المفروض ان انا بقعد اعمل الدورات دي لغاية ما الاقي حاجة معينة. ايه هي الحاجة دي؟ ان القيم بتاعت المجاهيل ما بتتغيرش، كل ما اخدها واخش بيها دورة جديدة ابص الاقيها بيطلع لي نفس القيم هي هي، فاقول بس انا كده وصلت للقيم النهائية. بس انا مقدرش عشان وقت الامتحان ان انا اسيبك تعمل دورات كتيرة عشان توصل لمرحلة التوازن ومرحلة ثبات القيم. بكتفي بس ان انت تعرض عليا 3 دورات عشان اطمن ان انت استوعبت الطريقة. طيب تعال نشوف مسألة على طريقة. المثال موجود صفحة 195، بيقول لي استخدم طريقة جاوس 3 دورات لحل نظام المعادلات الخطية التالي. مديني 3 معادلات. ال3 معادلات دول كانوا هما اللي انا اشتغلت عليهم في طريقة جاكوب، بس المرة دي هنتعامل معاهم بطريقة جاوس. فبقول له حاضر، المرحلة الاولى تمهيد المعادلات للحصول على المعادلات الاساسية. بيتم اختيار المعادلة التي تتضمن أكبر معامل لسين واحد لتكون هي المعادلة الأولى، ونجد أن أكبر معامل للسين واحد في المعادلة الأولى يساوي 8. يعني بدور على أكبر معامل للسين واحد في أنه معادلة، فلقيته في المعادلة الأولى، يبقى الأولى تفضل زي ما هي أولى. خد بالك إن دي بتعتبر مراجعة على جاكوب، لأني بكرر نفس اللي عملته لحد دلوقتي. تعالى نكمل التمهيد بتاع المعادلة.
يتم اختيار المعادلة التي تتضمن أكبر معامل للسين 2 لتكون هي المعادلة الثانية، وأكبر معامل اللي هو السبعة زي ما كنا شفناها قبل كده في طريقة جاكوب. بعد كده بالنسبة للمعادلة الثالثة، أي نعم مكتوب قدامك بدور على المعادلة اللي بتتضمن أكبر معامل للسين 3 لتكون هي المعادلة الثالثة، بس هنا عايز أقولك إن أنت طالما رتبت الأولى والتانية فالتالتة بتترتب تلقائي، فما فيش داعي إن أنا أشغل نفسي بالكلام دوت اللي هو بيقول لي دور على المعادلة التي تتضمن أكبر معامل للسين 3. لا، إحنا المعادلة التالتة بتستنتج إيه؟ بالتلقاء. أنت رتبت الأولى في مكانها والتانية خدت مكانها، طب ما هو أوتوماتيك التالتة هتيجي في المكان اللي بعدهم. طيب ما علينا، إحنا وصلنا كده لترتيب جديد. الترتيب ده كنا حصلنا عليه برضك في طريقة جاكوب، فالدرس ده هو إذا مراجعة لطريقة جاكوب. فاكرين كنا بنعمل إيه؟ كنا بنجيب معادلة سين 1 من أول معادلة، أول معادلة باخدها وأفصل سين 1 في جنب وكل الأرقام في جنب. فلما أجي أعمل الموضوع ده قبل ما أقلب الصفحة، أنت هتودي سين 2 هناك هي إشارتها موجبة تروح سالب، هتودي سين 3 هناك إشارتها سالبة هتروح بالموجب، لأن لما بنقل من طرف لطرف بتتغير الإشارة. بعد كده 8 س 1 دي مش هينفع تتساب 8 في الطرف ده، فبوديها هناك هي مضروبة في الإيه؟ مضروبة في السين 1، فتروح هناك مقسومة. المعادلة التانية لما أجي أعمل معاها نفس الموضوع، في الطرف اللي بعد يساوي سالب 4، فهيجي لها من الطرف اللي قبل يساوي هيجي لها سالب س 1 وهيجي لها سالب 2 س 3. كده انا وديت سين 1 وسين 3 هناك عشان اطلع معادلة سين 2. بعد كده هيتبقى لي سالب 7 مضروبة في السين 2. تخيل كده رقم سالب مضروب في سين 2، وانا عايز سين 2 تبقى لوحدها واقفة لوحدها في الجنب ده، فبودي السالب 7 هناك بتروح مقسومة، بس بشرط وهي ماشية بتمشي بإشارتها، يعني بتنزل تحت سالب 7. وحتى بفكرك ان انا لما لقيت كل الحدود فوق بالسالب وتحت سالب 7 فشلت السالب اللي فوق مع السالب اللي تحت وخليتها كلها موجب فوق وموجب تحت. طيب دلوقتي المعادلة الثالثة عشان اطلع منها المعادلة الاساسية اعمل ايه؟ المعادلة الاساسية اللي انا عايزها هي معادلة سين 3، فهحتاج ان انا اودي سين 1 وسين 2 الطرف اللي هناك عند ال 12، هما موجبين هيروحوا هناك بالسالب، وبعد كده التسعة تلحق بيهم بس هتنزل تحت في المقام علشان هي مضروبة في السين 3. طب تعالى نشوف الكلام دوت. الكلام اللي انا كنت بحكي فيه والمعادلات قدامي اهو قدامك دلوقتي، بقى واضح ان سين 1 خدت شكلها النهائي، المعادلة الاساسية لسين 2، المعادلة الاساسية لسين 3. ليه سموها معادلات اساسية؟ عشان دي اللي بتستخدم في كل دورة من الدورات، في كل دورة برجع لها وعوض فيها، وعوض فيها بقيم المجاهيل اللي في الطرف الايسر. تعال بقى نعمل الدورات التكرارية. بالنسبة للدورة الاولى اللي احنا سميناها نون بواحد، هنفترض ان س 1 بصفر، س 2 بصفر، س 3 بصفر، عشان ما عنديش اي قيم لغايه دلوقتي تخص المجاهيل. ابدا اعوض في السين 1 في الطرف الايسر، فاروح اعوض عن ايه؟ عشان اجيب س 1 اعوض عن س 2 وعن س 3 بصفار، فيتبقى لي 8 على 8 فيها الواحد، دي س 1 بتاعت دوره اولى، عشان كده كاتبين فوقيها قوس دوره اولى. شوف بقى الجديد في الطريقه دي ايه هو؟ ان انت هتاخد السين 1 دي اللي لسه طالعه فورا في الدوره الاولى وتستخدمها في الايه، في ايجاد سين 2 وايجاد سين 3 زي ما هتشوف دلوقتي. فانت اذا ما بتستناش عليها لما تستخدمها في الدوره اللي بعدها زي جاكوب، لا ده انت بتستخدمها في نفس الدوره. طب تعال نعوض عن السين 1 بواحد، واحنا بنجيب بالتعويض في المعادله الثانيه بقيمه سين 1 بواحد لتكون، ابدأ عوض. طبعا المعادلة الأساسية التانية مش قدامي، بس أنا فاكر الأربعة دي اللي كانت سالبة وبقت موجبة، والسبعة اللي كانت سالبة وبقت موجبة، وفاكر يعني شكل المعادلة مبدئيا. إنما هتلاقي نفسك بتعوض في البداية عن سين 1 بواحد. قبل كده المكان اللي مكتوب فيه واحد ده كان مكتوب فيه صفر قبل كده. بتدخل الحاجات دي على الآلة، 1 + 4 يطلع 5. طب ليه تجاهلت اللي في النص؟ اصل 2 في 0 بصفر، 1 و4 5، 5 على 7 بيطلع الرقم اللي انت شايفه ده. اعمل حسابك بقى ان سين 2 اللي لسه طالعه حالا في نفس الدوره هيتعوض بيها في نفس الدوره،
وانا بجيب سين تلاتة دلوقتي هعوض عن سين واحد بواحد وعن سين اتنين ب714 من الف. فوانا بجيب سين تلاتة هجيبها كالاتي، اقول 12 ناقص 2 في 1 ناقص 714 من 1000، يطلع لي قيمة 1.32 من 1000. كده اخدت بالك ان احنا بناخد القيم الحديثة بمجرد ما تطلع واشغلها على طول، ما اصبرش لما يجي الدورة اللي بعدها واعوض بيها، لا. طيب الارقام اللي انا طلعتها دي قيم سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة من الدورة الأولى، عشان كده مكتوب عليها من فوق واحد، ما تنساش الواحد اللي بيتكتب في الأقواس فوق ده. دلوقتي هنروح بقى للدورة اللي بعدها، الدورة التانية. الدورة التانية اللي هي نون بتاعتها باتنين، بروح أعوض في المعادلة الأولى بقيمة سين اتنين وسين تلاتة اللي جاي لي من الدورة الأولى، فبروح أجيب سين واحد فبتطلع لي 1.39 من الف. بس خلي بالك ان انا معوض بالقيم اللي ايه واخدها من الدورة الاولى، مفيش مشاكل. بس اعمل بقى حسابك ان سين واحد دي اللي لسه طالعة في الدورة التانية هنستخدمها في نفس الدورة، فبروح اعوض في المعادلة الاساسية التانية عن قيمة سين واحد ب1.39 من الف برغم انها لسه محسوبة حالا، وعوض عن سين تلاتة اللي هي 1.32 من الف اللي كانت جايه من الدوره اللي فاتت عشان ما عنديش اي قيم حديثه ليها، فيطلع لي قيمه سين 2 زي ما انتم شايفين اللي ناتجه من التعويض في المعادله اللي كانت كلها سوالب وبقى كلها موجب. طيب دلوقتي ناقص لنا سين 3، لما نحب نجيب سين 3 هتعوض فيها بايه؟ تقول لي لا انا خلاص كده فهمت، انا هاخد سين 1 اللي لسه طالعه دلوقتي وسين 2 اللي لسه طالعه دلوقتي واعوض بيهم في السين 3، ده اللي هيحصل. فانت هتاخد الواحد وتسعة وتلاتين من الف والواحد واربعتاشر من الف وتدخلهم على معادلة سين تلاتة زي ما هنشوف دلوقتي. ادي معادلة سين تلاتة، حطينا فيها القيم اللي لسه طالعة من الدورة التانية عوضنا بيها في نفس الدورة التانية، فطلعت قيمة سين تلاتة. بعد كده بتروح تعمل الدورة التالتة اللي هي النون بتلاتة. احنا بنحط الاقواس برقم الدورة ليه؟ عشان بيبقى فيه كذا قيمة للسين واحد، فلازم ابقى عارف دي بتاعت انه دورة. دلوقتي انا عشان اروح للدورة التالتة هبدأ اعوض فيها بالحاجات اللي هي لسه جايبها من الدورة التانية، فانا عايز مثلا سين واحد فهروح اجيب سين اتنين وسين تلاتة من الدورة التانية واعوض بيهم هنا. زي ما انت شايف مكتوب فوق سين اتنين وسين تلاتة انهم جايين من الدورة التانية. طيب هتطلع لي قيمة سين واحد زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، طلعت قيمة سين واحد علامة 996. اعمل حسابك ان الرقم اللي لسه طالع ده هنعوض بيه في نفس الدورة، يبقى احنا لما نيجي نجيب المعادلة الأساسية التانية ونقول لها تعالي هنا عشان نعوض فيكي هنعوض بسين واحد اللي جاي من الدورة التالتة وهنعوض عن سين تلاتة من الدورة التانية عشان لسه ما عنديش أي قيم ليها لغاية دلوقتي. بدأت عملية التعويض في معادلة سين اتنين، هتطلع القيمة بتاعت سين اتنين من الدورة التالتة 1.27 من الف. بعد كده ناقص لنا سين تلاتة بتاعت الدورة التالتة، فبروح اعوض عن سين واحد بتاعت الدورة التالتة وسين اتنين بتاعت الدورة التالتة اللي لسه مطلعهم حالا في الدورة التالتة اعوض بيهم في السين تلاتة، فيطلع لي قيمة سين تلاتة 1.1 من الف، 1.1 من الف. كده يبقى انا وصلت لنهاية الحل. ما تسيبش المسألة بقى وتمشي، اعمل ملخص للدورات اللي انت عملتها، الملخص ده انا بصحح عليه. فده تلخيص للدورات، والتلخيص زي ما انت شايف حطيت نتائج الدورة الأولى في أول سطر، نتائج الدورة الثانية في تاني سطر، نتائج الدورة الثالثة في تالت سطر. المجاهيل أحيانا بتسمى سين وصاد وعين، وفي مسألة على جاوس والحل بتاعها معروض في الصفحة التالية. المسألة ديت هترتب بردك المعادلات، المعامل الكبير يجي في المعادلة الأولى، بس قبل ما تعمل كده تتأكد من الترتيب جوه المعادلة نفسها. يعني إيه؟ يعني تتأكد إن س ثم ص ثم ع جايين ورا بعض كده بالترتيب في طرف والأرقام في طرف، وكذلك في المعادلة التانية س ثم ص ثم ع في طرف والأرقام في طرف. طبعا المعادلات دي كنت اديتها لكم تتدربوا عليها في طريقة جاكوب، وكنت حكيت عنها ان هنرتبها، والمعادلة اللي في الاخر دي هتطلع هتبقى هي التانية، والتانية هتنزل هتبقى هي التالتة.
فانتوا عندكم فكرة عن التمهيد دوت، ودي هسيبها لكم تتدربوا عليها ونشوف مع بعض النتائج النهائية بتاعتها، انا اعرضها في الصفحة القادمة. ده الملخص بتاع الحل النهائي، بتمنى ان انتوا تكونوا يعني استوعبتوا جاوس وما يحصلش تداخل بينها وبين جاكوب. وممكن يجي في الحتة دي سؤال اقول لك اشرح لي وجه الاختلاف بين جاوس وجاكوب، اجيب سؤال نظري، ممكن اجيب حتة نظري هنا اقول لك ايه الفرق بين جاوس وجاكوب، هتقول لي المرحلة الاولى هنا زي المرحلة الاولى هنا، انما في المرحلة التانية هنا بنعمل ايه وفي المرحلة التانية هنا بنعمل ايه. بكتفي بهذا القدر في المحاضرة دي، تحياتي وشكرا.